من هو بلقاسم حبة؟ معروف في الوسائط العلمية بالاسم العربي الأكثر اختراعا على مستوى العالم لحصوله على ما يزيد من 1296 براءة اختراع. البروفيسور بلقاسم حبة عالم جزائري في الإلكترونيات، ولد سنة 1957 بدائرة المغير ولاية واتسو في الجزائرية، والتي أصبحت في وقتنا الحالي ولاية منتدبة. زاول دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى ثانوية الأمير عبد القادر بتجورت بعد حصوله على شهادة البكالوريا سنة 1974. التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، الجزائر العاصمة، التي تخرج وحصل منها على شهادة في الدراسات المعمقة في الفيزياء سنة 1980. بعدها حصل على منحة إلى جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية بكاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية وأخرى في علوم المادة، ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الطاقة الشمسية. التحق البروفيسور حبة بشركة إي بي إم، عملاق الحاسوب الآلي، وعمل على تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. بعد هذه الرحلة عاد البروفيسور حبة إلى الجزائر، وتحديدا إلى جامعة بسكرة التي عمل فيها أستاذا لمدة قصيرة، ما لبث أن غادرها متجها إلى اليابان بعد حصوله على عرض من شركة ان اس سي الرائدة للانضمام إليها ليكمل أبحاثه حول تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس، كما عمل أيضا على تصغير الأجهزة الإلكترونية. بعد 6 سنوات من العمل في اليابان، عاد البروفيسور حبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المرة قرر أن يغير استراتيجيته، حيث فضل الانضمام إلى شركة ناشئة بدل الشركات العملاقة، وذلك ليجد الحرية الكاملة لتحقيق طموحاته العلمية. في سنة 1996 التحق البروفيسور حبة بشركة تيسيرا الناشئة كباحث ومخترع، التي كان هدفها العمل على تصغير حجم الهواتف النقالة. وبعد مدة وجيزة ساهم عملهم في نشر تكنولوجيا تستخدم ما يقارب كل هاتف نقال يباع اليوم، والتي يؤمن له حصة فيه. بعدها قام بإنشاء شركة سيليكون بايف المتخصصة في التوصيل، ليبيعها فيما بعد لشركة سامسونج. بعد التحاقه بشركة رامبوس، قام هو وفريقه بتطبيق تكنولوجيات الشركة السيرا في مجال الذواكر The Memories، لتحويل هذه التقنية في ذاكرة الحواسيب، الكاميرات المستعملة في الهواتف النقالة، البلاي ستيشن 2 و3 التي كان البروفيسور حب صاحب اليد فيها. وفي سنة 2013 تلقى عرضا من شركة جوجل داتا سنتر، لكنه فضل العودة إلى مركز البحث الذي بدأ فيه والذي يزال فيه إلى الآن. يحمل البروفيسور حبة في جعبته ما يفوق 200 اختراع، وبما أن كل اختراع له عدة تطبيقات، فقد بلغ حجم براءات الاختراع عنه عنده ما يزيد عن 1296 اختراعا، مما ما يزال منها ما يزال قيد الإنجاز، كما كان له شرف تصميم أصغر نسخة للمصحف الشريف. يعمل البروفيسور حبة في خدمة مجتمعي العلم والأعمال العربي بشكل مستمر، من خلال تقديمه المحاضرات والتوجيه المتخصص للشركات الناشئة داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. من جوائز وتكريماته أنه اختير كأفضل مخترع في شركة ان اس سي اليابانية سنة 1992، أفضل مخترع من شركة تيسيرا الأمريكية، وذلك لسنوات 2004 2005 2006 و2007. صنف ضمن 100 مخترعين الأكثر إنتاجا في العالم لسنوات 2008 2012 2014 و2015، حائز على جائزة R&D Award from the World Over Technology سنة 2003، حائز على جائزة الباحث العربي المنظمة من طرف تيشوادي الأمريكية سنة 2007، حائز على جائزة فروست أند سوليفان أوارد سنة 2013. ولد بلقاسم حبة وسام العالم الجزائري من طرف مؤسسة فيوكس سنة 2015، مساهم في إنشاء منظمة Algerian Startup Initiative ASE، وهو مؤسس موقع Algerian Inventors.